اسمع. طبعا اليوم نكمل إن شاء الله نكمل إن شاء الله بسلسلة المحاضرات، ونستكمل اللي بدأنا فيه بالمحاضرة السابقة اللي كان يتمحور حول الملوثات البيولوجية ودورها الكبير في تشكيل الخطر الأعظم في إصابة الغذاء بمسببات العدوى أو مسببات التسمم. وتكلمنا أنه أيضا في المحاضرات السابقة أنه في فرق أساسي بين نوعين من أنواع الأمراض الغذائية، أمراض نسميها العدوى، وقلنا في أمراض العدوى غالبا يكون أو مو غالبا حتما يكون الإشكال أو يكون الخطر بوجود الميكروب نفسه، إما أنا يتحلل الميكروب ويتحرر السموم من جدره الخلوية داخل الجسم، أو ممكن يفرز الميكروب السم داخل الجسم كما نشوف هلا النمط الآخر من أنماط العدوى الغذائية اللي ممكن يكون الميكروب يفرز السم لكن داخل الجسم يفرزه. النمط الآخر من أنماط الأمراض الغذائية هي أمراض السموم الغذائي واللي يسببها الميكروب، لا يسببها الميكروب نفسه، يسببها السم المفرز منه. يعني أنا ممكن آكل غذاء مقتول فيه الميكروب لكن السم الخاص بالميكروب لا يزال موجود، لأنه في بعض السموم راح نشوفها لاحقا لا تتحطم على درجات الحرارة العالية حتى لو 100 درجة أو 120 درجة، حتى على حرارة التعقيم حتى على حرارة التعقيم تكون غير قادرة على تحطيم أو تعطيل السموم الميكروبية، وبالتالي هذا النوع نسميه أمراض السموم الغذائي. وبدأنا تسلسلنا ببعض الأمراض مثل السالمونيلا، الشيجيلا أو الكومبليون، والأنواع الأخرى اللي استعرضناها في المحاضرة السابقة. اليوم نبدأ إن شاء الله بالنوع الرابع من أمراض العدوى بالفود انفكشن، وهي العدوى البكتيريا القولون البرازية أو ما يسمى بالإشرشة كولاي. طبعا هاي البكتيريا هي بكتيريا عصوية حلزونية سالبة الجرام، مثل معظم مسببات الفود انفكشن معظمها سالبة الجرام، معظمها قلنا لا تكون جراثيم، وقلنا احنا ايضا اطلاق لفظة جراثيم على البكتيريا او على الفيروسات او الهوية اطلاق خاطئ، لانه الجرثومة هي الطور قد تأخذه بعض انواع البكتيريا لمواجهة الظروف الغير مواتية للنمو مثل الحرارة العالية، مثل الملوحة العالية، مثل الحموضة العالية، فيدخل الميكروب بحالة تسمى حالة تجرثم او حالة تبوغ يحمي نفسه خلال فترة هاي الظروف، لكن عندما ترجع الظروف تصبح ملائمة له يرجع إلى الحالة الفضرية نسميها أو الحالة النشطة أو الحالة الطبيعية، ويرجع يتكاثر ويمارس دوره الحيوي على أتم وجه. فلا تكون جراثيم، إذا لا تكون أبواغ. طبعا فرق أساسي بين النوعين، بين التي لا تكون جراثيم والتي تكون جراثيم، انه اللي لا تكون جراثيم ما دام قلنا التجرثم هو نوع من انواع مقاومه الحراره العاليه، اذا اللي لا تكون جراثيم شو يكون وضعها؟ بتكون سهله القتل بالحراره، غير مقاومه للحراره، ما دام هي ما عندها اليه دفاعيه ضد الحراره. الميكروب الاخر اللي عنده بيتبوغ وبيقاوم حراره التعقيم، بتغليمه تغليمه بيموت. اما اللي ما بيكون أبواغ، إذا هو مقاومته الحرارية ضعيف. طبعا أهم معاملة من معاملات التعقيم المعاملة الحرارية، صح في عوامل أخرى ممكن تضبط وتمنع نمو البكتيريا لكنها يعني نادرة التحقق. يعني مثلا أنا ما أقدر أنا كل الأغذية أحافظ فيها على بي اتش أقل من 4 لأنه راح يكون حامض، وممكن يكون هذا الغذاء ما يصلح يكون حامض. ما اقدر احافظ على ملوحه عاليه مثلا او اجعل الوسط ملوحته عاليه، يعني بحيث انه ما اوفر ماء حر في الوسط، لانه هذا الكلام ايضا ممكن يكون الغذاء يصبح غير مستساغ للاكل. فاذا المعامله الاساسيه لتعقيم الاغذيه هي المعامله الحراريه، وبالتالي مساله تكون جراثيم لا تكون جراثيم مهمه عندنا مشان احنا نعرف هذا الميكروب كيف نقتله، كيف لازم يموت، هل هو يحتاج تعقيم ولا يكتفى بالبسترة. طبعا احنا بالمعاملات الحرارية عندنا المعاملات الحرارية عندنا نوعين من انواع المعاملات الحرارية، اما البسترة واما التعقيم.
البسترة اللي هي تكون على درجات حرارة قلنا يعني هي تكون ما بين ال 65، انواع البسترة القديمة اللي هي من 60 إلى 65 أو تحديدا 65 لمدة 3 إلى 5 دقائق، أو البسترة الحديثة السريعة اللي هي تكون الحرارة فيها حوالي 72 لمدة 5 ثواني أو أكثر حسب نوع المادة. طبعا هاي الحرارة هي حرارة تقتل فقط الأشكال الخضرية، يعني الأشكال المسببة للفود انفكشن فقط، ولا تقتل الأسباب البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي. وغالبا هاي البسترة تسبب حفظ أو تؤدي إلى حفظ مؤقت للمواد، يعني بالتالي أنا المواد اللي يتم بسترتها ناخذها فود، ناخذها اكسبيريشن ديت ولا بيست بيفور ديت يا شباب؟ يعني لما تشوف حليب مبستر، شراب مبستر، اي عصير مبستر او طبقت عليه حرارة بسترة، فبدنا ناخذها على اي مصطلح، الاكسبيريشن ولا البيست بيفور؟ الان عم اعمل لكم مراجعة عشان المذاكرة الجاية. بستيفور لا ابدا مش البيست بيفور، لان البيست بيفور هو غذاء معقم، يعني غذاء تم قتل كل البكتيريا اللي فيه، لكن الاشكال اللي فيه هو اشكال بالمواصفات، يعني ممكن بعد فتره تلقى قوامه صار اسوأ، ممكن فقد بعض من نكهته، فقد بعض من قيمته الغذائيه، وبالتالي انا الغذاء الذي يتم فقط بسترته اخذه على الاكسبريشن ديت. وهلا يمر معنا بعض انواع الاغذيه اللي احنا لا لازم ناخذها على الاكسبريشن وليش. إذا البكتيريا الكوليفورم أو البكتيريا القولون البرازية أو الإشرشيا كولاين، هي بكتيريا موجودة بشكل طبيعي في الجسم، لكن وجودها في الجسم خاصة في الأمعاء يكون تشكل جزء أساسي من الميكروفلورا الطبيعية. طبعا أنتم تعرفوا أن الأمعاء فيها أنواع عديدة من البكتيريا، لكن هاي البكتيريا تكون بكتيريا ضارة ومتعايشة مع الإنسان ولا تسبب له أي ضرر، لكن الإصابة تحدث نتيجة غزو سلالات أخرى من هذه البكتيريا ودخولها عن مسار الدم ودخولها إلى الجهاز البولي، وقد تسبب التهاب الرئة، وبالتالي هنا تحدث العدوى بهذا الميكروب. طبعا بكتيريا الكوليفورم هي بكتيريا شائعة موجودة في كل مكان، طبعا هي موجودة في أمعاء الإنسان والحيوان، وبالتالي السبب الرئيسي لها، يعني لما يتبادر إلى ذهننا هذا الميكروب، السبب الرئيسي هو إهمال في إجراءات النظافة بشكل أساسي، و90% من الإصابة بهذه العدوى هذا هو سببها. وأسعى نستعرض الأمور بشيء من التفصيل. تماما، يعني الفكرة انه هي اسمها بكتيريا القولون البرازية، اذا مصدرها يعني اسمها يدلل على مصدرها وعلى المكان اللي ممكن تأتي منه. طبعا مثل ما حكينا هاي البكتيريا تموت على حرارة 60 الى 65 درجة مئوية، وجودها مؤشر على فشل البستر، يعني انا اذا جبت حليب مبستر وعملت له فحص ميكروبولوجي ولقيت هاي البكتيريا، معناته انا يا اما كانت البسترة غير دقيقة، يا اما حدث عندي تلوث عرضي بعد البسترة، يعني بعد البسترة كانت، يا اما يعني صار عندي تلوث اخر سبب وجود هاي الميكروبات مرة ثانية في الغذاء، ولا هي البسترة هي كافية على القضاء عليها. طبعا المصادر مثل ما حكينا، كل مصدر ممكن يتعرض للتلوث بالبراز او يعني الملوثات المرتبطة فيه، هو يكون ممكن تشكل مصدر خطر رئيسي لهذا الميكروب. طبعا في نوع اللي هو يرتبط باللحوم خاصة الهمبرجر، لأنه هلا اللحوم، هلا نتكلم إنه اللحوم ما تغسل، يعني كمان مثل الفروج لما قلت لكم إنه هو ما يغسل، فدائما اللحوم لما بيصنعوه يذبح الحيوان ويصنعه وكذا، بعض الوجبات ما يتم معاملة حرارية كافية لهذه الوجبات، يعني اللحم خاصة، مثلا أنتم لما تشوفوا الشاورما، لما تشوفوا بعض الوجبات السريعة، اللحم ما يتم تعريضه للحرارة بشكل كافي، وبالتالي ما عم توصل الحرارة اللي هي قلنا 60 ل 65 درجة مئوية كافية لقتل هذا الميكروب، ما توصل إلى كل أجزاء مثلا شطيرة الهمبرجر، أو ممكن على حرارة
الشاورما، خاصة لما يكون المطعم شغال وفي عليه ضغط بكذا، فمثلا ما تلحق اللحمة، خلينا نقول تأخذ سواء كامل، وبالتالي هاي الحرارة ما توصل لكل أجزاء اللحم، وبالتالي تبقى هاي الميكروبات حية ويكون مصدر أساسي للتلوث بهذا الميكروب. طبعا الريدي تو ايت رو فود ايضا استعرضناها في محاضرة المصطلحات، يعني كل غذاء خاصة الخضروات اللي هي جاهزة للأكل واللي غالبا لا تتعرض لأي معاملة حرارية أو معاملة تحفظ تكون مصدر رئيسي لها، وخاصة الخس. تذكروا حكينا عن الخس أنه يشكل حوالي 30 إلى 40% من أسباب التلوث الميكروبولوجي أو البيولوجي في الغذاء، لأنه هو يعني طبيعة الخس غسيله ما يتم بشكل جيد، طبيعة تركيب نبتة الخس بحيث أنه حتى لما حط إذا واحد غسلها على السريع ما يكون ما ينظفها بشكل جيد، ثاني أنه هو شهي وغالبا تزين فيه الأطباق، تزين فيه أطباق اللحوم السلطات كذا، وبالتالي هو يكون الحامل الرئيسي، وشفنا إحنا بوحدة من الإحصائيات أنه هو يشكل 40% من حالات الإصابة في أمريكا. طبعا الحليب أو العصير غير المبستر، أي شيء خام هو مصدر رئيسي للإصابة بهاي الميكروبات. أهم مصادر الإصابة بهذا الميكروب أو البكتيريا الكوليفورم بشكل عام هي أماكن المياه العامة مثل البحيرات، الجداول والأنهار والينابيع والبرك وكذا، لأنه هاي الأماكن هي معرض أنه التلوث سواء من الإنسان أو الحيوان، بتلوث أنه الإنسان أو الحيوان يفوت يعني يتبرز فيها، وبالتالي نقل هذا الميكروب، أفرز هذا الميكروب وانتقل وصار ضمن هاي المياه، تيجوا الناس الآخرين يصبحون، إضافة إلى أنه حالة العدوى اللي ممكن تصير. وتعرفوا أنتم يعني هاي الحمامات أو المسابح غالبا ما تحمل عدوى وتصيب الناس بشكل كبير، فتعتبر مصدر مهم. قلنا المصدر الأساسي، وأنا حاطط لكم إياها غمقت لكم الخط، يعني المصدر الأساسي أو الإشكال الأساسي أو العامل الأساسي اللي يسبب الإصابة بهذا الميكروب هو عدم غسل اليدين بعد استخدام الحمام وإهمال إجراءات النظافة. هذا الميكروب له عدة سلالات، هاي السلالات تختلف عن بعضها البعض بالجرعة اللازمة لإحداث الإصابة، ببعض الأعراض، أيضا بالفئة المستهدفة أو الفئة المصابة، بآلية إحداث المرض، وأيضا بالفترة التي ممكن يتم فيها العلاج أو طريقة العلاج حتى. النوع الأول بكتيريا القولون المعوية الممرضة، طبعا هاي البكتيريا هي سبب الإسهال في معظم أو سبب إصابة معظم أطفال العالم، خاصة في المناطق اللي تفتقر لإجراءات الشروط الصحية. غالبية حالات الإسهال الأطفال خاصة تكون مرتبطة بهذه البكتيريا. طبعا الإنسان أهم مسبب للعدوى، ذكرنا هذا الكلام. الجرعة اللازمة لحدوث الإصابة من 10 أس 6 حتى 10 أس 9، يعني من مليون وحتى مليار خلية. في ملاحظة حول بكتيريا الكوليفورم أنه الجرعة اللازمة غالبا تكون عالية جدا، يعني لازمة لإحداث الإصابة، والسبب أنه هي بكتيريا غالبا تكون متعايشة مع الإنسان كذا، وبالتالي يعني وجودها بكميات قليلة هو أمر مقبول. يعني أنتم تعرفوا الحليب مثلا، يعني الحليب حتى يكون قابل للشرب، بعض المواصفات القياسية الدولية تقول وجود مليون، وجود 300 ألف خلية أو حتى 500 ألف خلية، يعتبر هذا الرقم بالملي، ها مو بكاسة الحليب أو بعلبة الحليب، بالملي. إذا موجود مثلا 200 ألف بالحليب الخام، أتكلم مو بالمعالج يا شباب، أو 300 ألف، هو هذا الحليب خلينا نقول نوعيته عالية. فإذا الجرعات اللازمة لإحداث المرض هي عالية جدا، إلا في نوع واحد الآن راح نستعرضه، هو النوع الأخطر منها. طبعا آلية قلنا الجرعة اللازمة لحدوث المرض هي 10 قوة 6 لحتى 10 قوة 9 خلية، هي الجرعة اللازمة، وإحنا شفنا هذا الرقم هو من أعلى الأرقام في الجرعة اللازمة لحدوث الإصابة بين الميكروبات اللي استعرضناها. طبعا الإسهال يحدث إسهال مائي، تلتصق هاي البكتيريا بالجدر المعوية وتأثر على الميكروفلورا الطبيعية في الأمعاء، تسبب إسهال مدمى لأنها تخرب الخلايا الطلائية للأمعاء. الشيء أساسي بهاي البكتيريا أنه لاحظوا أنه هي تؤثر على الرضع الذي يرضعون من الأم أكثر من اللي يرضعون من زجاجات الرضاعة، وأكيد يعني من خلال استعراضنا الحديث صار واضح عندكم السبب.
لأنه أكيد احتمالية التلوث عن طريق الرضاعة من الأم أعلى، لأنه ممكن الأم لما تكون هي تنقل العدوى لابنها، بينما بالرضاعة من الزجاجات احتمالية أنه ملامسة الجزء اللي يرضع منه الطفل أو تلويثه تصير أقل، بينما هون إيد الأم ممكن تكون ملوثة، هي اللي ممكن تنقل العدوى لابنها. طبعا مثل ما أكيد تعرفون أنتم، معظم هذول الأطفال اللي يصيبهم هذا الإسهال يتم معالجتهم بالمياه والأملاح لتعويض الإسهال الذي يصيب الرضيع، وغالبا يعني تسبب وفيات كبيرة في دول العالم الثالث والمناطق اللي تفتقر للرعاية الصحية. طبعا هذا النوع تماما هو التجفاف. هذا النوع لا يفرز توكسينات داخلية، وإنما الضرر الذي يحدثه هو ضرر تخريبي تدمير الميكانيكي للخلايا الطلائية، وبالتالي يحدث الإسهال. الإصابة غالبا تتم، يعني فترة الحضانة، إحنا لما نقول تحدث الإصابة بها غالبا بعد يعني من 1 إلى 12 ساعة. طبعا هاي الأرقام من 1 إلى 12 دائما تفوت، بسبب يعني دائما خذوا ببالكم فترة الحضانة تختلف حسب الجرعة الممرضة من الميكروب، يعني هذا الميكروب دخل بكمية مليون ولا 2 مليون ولا 10 مليون ولا مليار، هذا يؤثر على سرعة الإصابة وسرعة ظهور الأعراض. العامل الآخر هو الحالة الصحية للشخص المصاب، إذا كان سليم، إذا كان يعاني من نقص مناعة، إذا كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة تسبب يعني ضعف في جهازه المناعي وجهازه المقاوم. النوع الآخر من البكتيريا هي البكتيريا القولون المعوية المخترقة. طبعا هاي البكتيريا تشبه كثيرا البكتيريا الشيجيلا، تسبب نفس الأعراض تماما، حمى ومغص وإسهال وزحار معوي ومدمى، وغالبا يعني تكون مرتبطة بالشيجيلا، يعني بنفس الأسباب، أو خلينا نقول بنفس البيئات اللي تحدث الإصابة في الشيجيلا تحدث الإصابة بهاي البكتيريا أيضا. الجرعة اللازمة لحدوث الإصابة أيضا نشوفها أعلى من النوع اللي قبل، 10 أس 8 حتى 10 أس 9. طبعا أنا هاي الأرقام ما أقولها على سبب، يعني مثلا بالامتحان ما راح أقول لك هاي 10 أس 6 ولا 10 أس 8، هي أرقام متشابهة، بس الفكرة منها أنتم تعرفوا أنه هاي البكتيريات تحتاج إلى جرعات كبيرة لحدوث الإصابة، بينما بعض الأنواع يعني وجود ميكروب واحد كافي لإحداث الإصابة. مر معنا مثل عنها بعض أنواع السلمونيلا، كيف بدنا نميز بيناتهم؟ وين؟ بالفحص ولا بالحياة ولا وين بدنا نميز بيناتهم؟ طبعا أيضا هذا النوع كالنوع السابق لا يفرز سموم داخلية، وإنما يحدث الضرر نتيجة تخريب الخلايا. بالحياة لا، مو نفس الأعراض. مثلا لاحظي هنا الإصابة تحدث بعد 12 إلى 72 ساعة، تمام. في فرق أيضا بالأعراض، فرق بفترة الحضانة، وفي فرق أيضا بالمصدر. يعني إحنا لاحقا بس نخلص الميكروبات راح ناخذ شيء اسمه دراسة حالة. دراسة حالة شلون؟ يعني ممكن نجيب مسألة نقول إجا الشخص يوم السبت الساعة 12 تناول الفطور، في هذا الفطور كان يتكون من 1 2 3 4، نعدد بعض مكونات الغذاء. يوم الأحد الساعة 6 ظهرت عليه حمى. تمام، هذا التسلسل بالمعلومات احنا نسميه، هاي التسلسل بالمعلومات هو اللي يوضح لنا شو هو الميكروب. لأنه هلا نشوف مثلا هاي الأربع أنواع، كل رغم أنها تتبع جنس واحد اللي هو جنس الإشريشيا كولاي، لكن كل واحدة يفرق بيناتها، إما بالجرعة الممرضة، كل هذا ما تعرفوه، لكن اللي راح تعرفوه فترة الحضانة، واللي راح تعرفوا شكل الاعراض، واللي راح تعرفوا اكثر هو شو اكل المريض. يعني احنا بدنا نساله انه شو اكلت، فاذا قال لي والله انا اكل مايونيز او اكل بيض او شربان حليب، انا يروح بالي اول شيء السالمونيلا، اذا عليه حراره تروح اذا ما عليه حراره بده يروح بالي لهون، يعني راح يكون الزحار تبعه في دم ولا لا، كمان هذا يفرق. امتى ظهر العرض؟ بيفرق. وسبحان الله يعني بنسبة 70 80% دراسة الحالة تؤدي بنا إلى معرفة الميكروب، لأنه نادرا ما تتطابق هاي الميكروبات. حتى إذا تطابقت بالعرض وتطابقت بفترة الحضانة يكون السبب مختلف، يعني مثلا الباسيلس سيريوس ممكن تسبب لي، بس هاي الباسيلس ما ممكن تأتي إلا من المخبوزات أو الرز،
فأنا إذا واحد آكل له مثلا رز وكذا، أو مثلا أنا الاحتمال الرئيسي بده يروح للباسيلوس، ما يكون يروح للسالمونيلا أو لشريشة كولاي. فإذا يكون في قصة متكاملة في الأركان، من خلالها بنعرف إحنا هذا الميكروب شو هو، بناخذها لاحقا بس نخلص الميكروبات كلياتها، بنتدرب على مسائل سوا، لانه هذا المساله مهمه جدا. لانه بكره اذا كنتوا بمشفى ولا كنتوا باي مكان وجدتكم حاله، ضروري تعرفوا، يعني تعملوا استقصاء سريع لحتى تعرفوا شو سبب المرض. لانه بالعلاج كمان اليوم راح نمر، ولاحقا انا ممكن اذا حبيتوا بنعمل محاضره عن كيف نعالج هاي الحالات. يعني المحاضرة راح يكون شقها طبي، ما هو اختصاصنا، بس حتى تعرفوا انه مثلا في بعض الانواع ما لازم تاخذ مضادات حيوية، بعض الاخر لا ممكن اعطي مضاد حيوي، في بعضها لازم اعطي مضادات حيوية من نوع معين. بالتالي انا ممكن قد ما يتوفر يعني في اللي يجي الطفل، او ممكن حدا عندكم بالبيت لا سمح الله، بالتالي انتم تكونوا قادرين على التمييز وقادرين على تاخذوا قرار سريع إذا انحطيتم بهذا الظرف. أما ما كان في داعي، فقط استقصاء سريع. والسبب الآخر أيضا ممكن بالمصانع الغذائية، يعني لو حد اشتغل بالتصنيع الغذائي، حدوث هيك إصابة بالمصنع، ظهور عرض معين على عامل كذا، ينبئني أنا أعرف أنه وين الخلل. أنا الخلل عندي معناته ما كان في تعقيم جيد للمادة، ولا كان عندي مثلا اذا كان المكونات تحتوي على بيض هو كان مثلا هو السبب، اما اذا كان عندي خضره بالمطاعم يبين معي انه وين كان الخلل. فهي قصه متكامله تكتمل لاحقا، ما لا تستعجلوا. الزوم راح يفصل، راح ناخذ بريك 10 دقائق ونرجع باذن الله تعالى. خذ بريك 10 دقائق ونرجع ان شاء الله. تمام. استكمالا للسؤال زميلتكم، كيف بدنا نفرق بيناتهم؟ هلا مشان الميكروبات تكون واضحة عندكم وتعرفوا تميزوا بيناتهم، أنا قلت لكم من المحاضرة السابقة اعملوا جدول، حطوا اسم المرض أو اسم الميكروب، وقسموا لخانات. الخانة الأولى مدة الحضانة، يعني أحيانا أنا أكتب مدة الحضانة، وأحيانا تحدث الإصابة بعد كذا، هي نفسها مدة الحضانة. هلا هي مهمة جدا بالتفريق بين الميكروبات. الخانة الأخرى أهم الأعراض. أهم الأعراض، هلا أنا ذاكركم أعراض كثيرة، لأنه كمان تبعا لحالة الشخص، بيكون ممكن يعني تعرفوا أنت الميكروب بيصيب شخصين، كل واحد تظهر الشدة عليه مختلفة، يعني واحد يكون خفيف، واحد يكون بس حمى، واحد يكون ترافق بآلام معدية ومعوية. المهم فأنتوا حطوا أهم الأعراض. هلا لاحقا لما نرجع نعمل، بس نخلص برجع انا اعمل مراجعه معكم لهي الاعراض، خليكم فقط الاعراض المميزه. هلا ممكن كلها تكون فيها مغص وحمى وكمى، هلا في اشياء راح تلقوا فيها حمى، في اشياء من دون حمى، في اشياء اسهال مدمه، في اشياء من دون مدمه. لحد الان ما مر معنا شيء، ممكن يكون يمر معنا غثيان، ممكن يمر معنا اقياء، مو كل الميكروبات يتم فيها اقياء. بالتالي احنا اهم الاعراض اللي احنا نستخدمها للتفريق. الخانة الأخرى المصادر، أهم المصادر. هلا بالتالي هلا أنتم بتعرفوا بالمصادر، عم نكتب إحنا معظم المصادر المحتملة، لكن تقريبا كل ميكروب عم يكون مرتبط يعني مصدر شهير، يعني خلينا نقول تمام، كل ميكروب عم يكون مرتبط بمصدر شهير لإله. الأمر الآخر اللي تكتبوه المهم إنكم إنه لإمتى ممكن الشخص يبقى حامل لهذا المرض. هاي المعلومة بتهمكم لاحقا، يعني هي أقل أهمية لكن مهم تعرفوها، إنه هذا الشخص بعد ما طاب لإمتى ممكن يسبب العدوى، أو لإمتى ممكن الميكروب يكون موجود بجسمه حتى لو فقد قدرته على إحداث المرض. المعلومة الأخرى أيضا، الخانة الأخرى، كيفية الوقاية. هلا إجراءات الوقاية في قسم كبير منها كمان قلت لكم سابقا إنه عم تكون متشابه، فأنتوا اكتبوا إجراءات الوقاية العامة كلها على جنب، بعدين ضيفوا بخانة كل ميكروب الشيء المميز اللي عم يرتبط فيه. يعني مثلا هذا الميكروب عم يكون في هاي البند، هذا مميز في هذا كذا. مع ذلك احنا راح نرجع نعمل مراجعة كلياتها سوا، وبنثبت هذا الجدول ممكن ننشئه سوا، لكن انتم كل واحد بيعمل جدول لوحده،
لانه مثلا بالمذاكره راح يعني من غير هذا الجدول ما راح تعرفوا تجاوبه، اما هلا انت لا تمسك الصفحه هاي وتحفظها كالحفظ الكلاسيكي ما راح تزبط معك، تنتقل للصفحه اللي بعدها بتخربط معكم. فعملوا لها جدول وبداوا ميزوا بين الميكروبات كل وحده شو بتفرق عن الثانيه، اما بالمصدر اما بالاجراء اما في حراره اما ما في حراره اما في كمان باجراءات الوقائيه. فهذا الشيء مهم تعملوه. بس نخلص بنبدأ نتدرب على مدارس أو عفوا على مسائل أو الكيس ستدي دراسة الحالة. تمام؟ تمام، قلنا النوع الثاني اللي هو بكتيريا القولون المعوية المخترقة. تمام، مقارنات بحيث لما تلقوا نظرة عامة على كل الميكروبات سوا بيبين معكم أين هي اللي تسبب أقياء، أين اللي تسبب غثيان، أين لمدة الحضانة تبعها فيها سريعة، أين اللي متوسطة، أين اللي هي بطيئة جدا، وبالتالي يصير عندكم تفرقة. فلاحظا لما واحد تيجي مسألة تقول لكم والله بعد 3 أيام أحس بمرض، إذا هاي 3 أيام هي مستحيل تكون هاي السلالة، مظبوط، اللي هي البكتيريا المسببة أو المعوية الممرضة اللي هي العادية المسببة، لأنه هاي عم تكون الإصابة بعد 1 ل 12 ساعة. تمام، ممكن تكون هاي 2 بس هاي نسبة الإصابة قليلة فيها، وغالبا يكون فيها اسهال مدمى، هو ما عنده دم، معناته ممكن نروح على خيار ثاني، مثلا هاي الخياره دون ارتفاع حراره بس هذا عنده حراره، اذا لا هاي ولا هاي ولا هاي. فانا هيك اصير استبعد الخيارات انه شو هاي الاصابه شو سببها. بالتالي انا لما احط كل هاي المعلومات بجدول، وهذا الجدول بتجيبوا للزيقه وتلصقوه على حائط غرفتكم او على المفكر تبعكم او على اي مكان بحيث تظلوا تتفرجوا عليه لنهايه المقرر. النوع الثالث من البكتيريا، اذا قلنا النوعين الاوليين بتحفظوهم مع الرمز تبعهم هذا، يعني احسن ما تحفظ القلويه المعويه المخترقه او السامه، سابقا حكينا موضوع المصطلحات. قلنا النوعين الاوليين لا يفرزون سموم وانما يحدثون ضرر ميكانيكا او يخربوا الخلايا، بالتالي يحدث عندي الاسهال. النوع الثالث نجي على نوع اشد قليلا، هذا النوع ايضا يسبب حالات الاسهال للانسان في مختلف الفئات العمريه وخاصه الاطفال، قلنا النوع الاول ذاك كان يعني يصيب اكثر شيء الاطفال. اضافه الى ذلك انه هذا النوع غالبيه حالات الاسهال لدى المسافرين، انتم بتعرفوا يعني خاصه سابقا لما كان في سفر والبلاد مفتوحه غالبيه المسافرين او لما بيسافروا يصيبهم هذا الاسهال. يعني حتى لو تسالوا الاكبر منكم بالعمر دائما غالبيه الحالات الاسهال او غالبيه المسافرين او قسم كبير من المسافرين يصيبهم هذا الاسهال. هاي البكتيريا المعويه السامه هي السبب في حدوث حالات الاسهال لدى المسافرين عالميا. اعراض قلنا مغص واسهال مائي فقط، يعني ما في اسهال مدمى دون ارتفاع حراره غالبا، يعني 90 95% ما في حراره. اذا لما نركز بالاعراض راح نلاحظ انه ممكن نفرق بيناتهم. الجرعة لازمة لحدوث الإصابة مثل الجرعات السابقة، يعني كانت بين 10 قوة 6 ل 10 قوة 8 أو 9 أو 10 أنا أعتبرهم رقم واحد، إذا أنا محتاج جرعة عالية لحتى أحداث لحتى تحدث الإصابة. الإصابة قلنا تحدث بعد 10 إلى 24 ساعة وقد تمتد ل 72 ساعة، لكن أنتم خذوا الرقم الأول. هذا الامتداد يكون لما يكون عندي حالة غير طارئة، مثلا يكون الجرعة قليلة أو شيء، فإحنا ناخذ الرقم الأول لما تشوفوا كلمة وقد تمتد، يعني هاي بس للاطلاع، لكن ركزوا على الرقم الأول. هاي السلالة تفرز نوعين من السموم، إذا النوعين الأولانيان قلنا ما بيفرز السموم، هو تخريب ميكانيكي يعني بيخرب الخلايا بيحدث الإسهال. النوعين القادمين، هذا النوع الأول يفرز نوعين من السموم، أحدهم يتخرب على حرارة 60 درجة مئوية والآخر على 100 درجة مئوية. وطبعا هاي الخلايا أو هاي البكتيريا، هذا النوع من البكتيريا السموم اللي تفرزها ذات نشاط إنزيمي، يعني بتساهم بتحلل وخلل واضطراب وظائف الخلايا الطلائية، بتعمل تحلل لهاي الخلايا، فأثرها أو نشاطها بيكون يعني آلية التخريب أو آلية التأثير ليست ميكانيكية ليست تخريبية، وإنما التدخل الإنزيمي. وأكيد أنتم أخذتوا شوي عن الإنزيمات وشو دورها، وإنه كيف الآلية تحدث إنه هي تعمل تغير بتركيب المواد الكيميائية، تدخل بتفاعلات ضمن الجسم. هاي التفاعلات تسبب أحيانا إلى يعني تعطل النظم الحيوية ضمن الخلايا، مثل الخلايا الطلائية، الخلايا الظهرية، وبالتالي تسبب حدوث خلل في الأمعاء. النوع الأهم يا شباب اللي هو يعني النوع الأخطر
من هذا النوع، من هذا الجنس عفوا، اللي هو إشرشيا كولاي، هي البكتيريا القولون المعوية النزفية اللي هي معروفة بالإشرشيا كولاي او 157 اتش 7، اللي هي هذا الرمز. هو إذا حطيته على النت راح تلاقوا آلاف المقالات والأبحاث حول هاي السلالة خطيرة جدا، لأنها تفرز سموم معوية تسمى بالبيروتوكسين. هاي السموم يعني احنا شفنا الأعراض السابقة، هي تتدرج بين الحمى بين الإسهال، سواء في دم ولا ما في دم بالإسهال، سواء في حرارة ولا ما في حرارة، في مغص ولا ما في مغص. لكن هون غالبا هاي السلالة تكون أعراضها أعلى، ممكن يكون إسهال دموي، ثم يصير عندنا متلازمة انحلال الدم، ممكن تسبب عندي فشل كلوي، تسبب أمراض بالكلية، تصيب الجهاز البولي. غالبية حالات إصابات المسالك البولية تكون بسبب هاي البكتيريا. طبعا الأعراض اللي تظهر في البداية مغص وإسهال دموي، إسهال عفوا مائي، أنا هنا يعني لازم إسهال مائي غير دموي، وحرارة قليلة أيضا أو معدومة. كيف نفرق عن النوع السابق؟ قلنا مدة الحضانة هون في هاي الحالة حوالي 3 إلى 4 أيام، وبالتالي أنا أقدر أميزها عن ما دام ما في حرارة وعندي مغص وإسهال. بين السلالتين يبين معي عن طريق مدة الحضانة. الجرعة اللازمة لإحداث المرض، تلاحظون الفرق بهاي السلالة وخطورتها، إنه 10 خلايا، طبعا 10 خلايا رقم لا يذكر يا شباب، او 100 خليه او حتى مليون خليه، احنا نتكلم عن ميكروبات، يعني ممكن الملي من اي ماده غذائيه يحتوي مليارات من هاي الخليه. بالتالي هاي البكتيريا تماما تسبب تخرج، لكن اليه الاحداث هي انزيميه، يعني بطريقه كيميائيه، خلينا نقول بطريقه انزيميه، طريقه حيويه، بتسبب خلل في آلية عمل الخلايا الطلائية، وبالتالي يحدث عندي هذا الضرر. هاي البكتيريا تقريبا هي أهم مسببات الإصابة بأمراض العدوى الغذائية في أمريكا الشمالية وأوروبا. تعرفوا لأنهم هي ما بيعتمدوا على الهمبرجر بشكل كبير وعلى الوجبات الساخنة، وشفتوا شطيرة الهمبرجر خاصة لما تكون خلينا نقول سميكة شوي، فغالبا ما تعرض إلى حرارة كافية من كل جانب، لا تدخل حرارة إلى عمق الشطيرة، وبالتالي راح يبقى عندي جزء كبير من الشطيرة لا يتعرض للحرارة الكافية لقتل هذا الميكروب، وبالتالي يبقى نشط، وبالتالي يفرز هاي السموم. وشفنا احنا السموم اللي تفرزها هاي الميكروب في السلالة، هاي السلالة قبلها، انه في نوع من السموم يكون مقاوم حتى درجة حرارة 100 درجة مئوية، وبالتالي انا هاي الحرارة السريعة اللي عم اعرض لها شطيرة اللحم، او اعرض عليها شطيرة الهمبرجر، او حتى الشاورما. على فكرة يعني الشاورما هي من أسوأ الأنواع اللي ممكن يعني من أسوأ الوجبات الغذائية اللي ممكن يحدث فيها تلوث، السبب انه غالي دائما الوجه واحد فقط من هذا اللحم يتعرض للحراره، واحيانا كمان على العجله وعلى السرعه ما تعرض للحراره بشكل كافي، بيفتل السيخ بسرعه، وبالتالي اللحم ما يكون تعرض لحراره كافيه للتعقيم. اضف الى ان الوجه الاخر اللي هو مو موجه للنار، الثاني كمان نسبه تعرضه للحراره اقل، هل البعض بيحطوا خل، البعض كذا، لكن هاي الاجراءات كلها كافيه. سابقا احنا عملنا بحث بالجامعه يعني بين كل انواع الوجبات الغذائيه، فكانت الشاورما هي الأسوأ من ناحيه المحتوى الميكروبي في الوجبه الغذائيه اللي فيها. فاذا غالبيه يعني شايفين هذا النوع دائما يرتبط بالهمبرجر لنفس السبب اللي انا عم احكي لكم اياه عن الشاورما، او معظم الوجبات الغذائيه السريعه اللي ما يتم فيها الطبخ او الطهي، خلينا نقول، او الشوي او القلي، يعني اي معامله حراريه ما تتم بشكل كافي ودقيق. طبعا حكينا ايضا عن سبب التحليل، انه لا ينبغي استخدام المضادات الحيويه في عدوى الاشريشيا كولاي النزفيه في هاي الحاله، لانها تسبب الى اشكال اكبر، انه ممكن تحلل الجدر الخلويه لهاي البكتيريا وتسبب الى زياده اطلاق السموم. يعني هذا السموم الداخلي لسه البكتيريا عم تفرز سم، طبعا هو السم اللي عم تفرزه هو ما عم تفرزه بقصد السم، هي عم تفرزه كنوع من آلية التعرف على الوسط
أو من الدفاع عن نفسه أمام المضادات الحيوية. يعني هي نوع من الجس الوسط، معرفة آليات الدفاعية الموجودة في الوسط، معرفة يعني هي هاي السموم. يعني البكتيريا ما تفرزها كسم، بس هي سامة. إن بكتيريا تستخدمها لوظيفة حيوية، يعني خاصة غالبية هاي السموم بتفرزها البكتيريا تتعرف على الوسط. أحيانا هاي البكتيريا بتحوي أيضا سموم داخلية، يعني بجذورها الخلوية مثل ما حكينا إنه هي أساسا هي فود انفكشن، يعني في عندي سموم داخلية موجودة في جذور الخلوية. فلما أنا أعطي مضادات حيوية ممكن تسبب لي تحلل الجذور الخلوية لهذا النوع، أو بالتالي تسبب لي زيادة إفراز السموم. غالبية هاي الحالات تسبب إلى حدوث متلازمة انحلال الدم اليوريمي، اللي هي الشكل العرض الأخطر من الإصابة بهذا الميكروب. بالتالي حكينا قبل إنه إحنا من أهم أسباب التعرف على نوع الإصابة بسرعة هو اتخاذ الإجراء الطبي الصحيح. إن شاء الله يكون معنا وقت بناخذ بنرجع نراجع هاي الميكروبات وناخذ لها العلاج الأفضل. أنا ما حبيت أدخل هاي المعلومة لكم عشان ما يعني نكون يعني تعدينا اختصاصنا، بس قلنا حتى تكون المعلومة متكاملة، بحيث إنه الميكروب من الألف إلى الياء بشكل سريع. طبعا يعني ما هو الألف إلى الياء بكل تفاصيل، بس على القليل الأشياء اللي تهمنا: مصدره، الضرر اللي ممكن يحدثه، مدة الحضانة، وحتى كيف ممكن أعالجه. لأنه قد أكون أنا الشخص، يعني ما في غيري أنا بهذا المجال اللي ممكن أقدم نصيحة طبية. وتتذكروا يعني بأزمة كورونا، بداية الكورونا كانت الناس تختلط عليها الحمى المالطية أو الحمى التيفية والكورونا، فكانوا يعطوا مضادات حيوية اللي هي الروزفليكس والكذا، فكانت هاي المضادات الحيوية تسبب تهيج الكورونا، تسبب تنشطها يعني. فبالتالي أي مرض كان يأخذ هاي الأبر كانت تتفاقم عنده الحالة. فهاي يعني معرفة أو القدرة على يعني تشخيص العدوى مهمة جدا، بعدم اتخاذ إجراء طبي قد يكون فاشل. وأنتم تعرفوا مش بمجتمعاتنا غالبا الوصفات الطبية تتم يا حدا من خبرة، يا حدا عنده شوية معلومات، يا من حدا بيشتغل بصيدلية ما يكون أخصائي، يعني ما يكون حتى صيدلان، يكون يعني حدا. فممكن تصير هاي الأخطاء نتيجة يعني عدم التوصيف الصحيح أو الاجتهاد الخاطئ من الشخص اللي ممكن احنا نطلب الاستعانة به، وبالتالي يؤدي إلى مفاقمة الوضع. طبعا مثل ما حكينا أنه لا توجد علاجات حالية لعلاج هذا المرض، إنما بعض العلاجات اللي تعطى هي لتخفيف أعراض الناجمة عن الإصابة بهذا الميكروب أو بهاي السلالة تحديدا. العلاجات اللي تعطى طبعا سوائل تعويض الجفاف، لانه قلنا يصير في اساءه اسهال عفوا. في بعض المضادات الحيويه، بعض البروتوكولات ممكن انتم تشوفوا على النت، انه بعض البروتوكولات الطبيه بتستخدم نوع من المضادات الحيويه يسمونها مضادات الحيويه الجيل الثالث. تماما تماما في الجيل الثالث. هاي الجيل الثالث تأثر على البكتيريا المعوية، لكن إشكالية هاي البكتيريا هاي المضادات إنه هي ما تقتل فقط هذا الميكروب، قلنا عدا إنه هي تقتله وممكن تسبب زيادة إفراز السموم الداخلية بقلب الميكروب، هي أيضا تقتل الميكروفلورا المعوية الطبيعية الموجودة في الأمعاء. يعني عم تقتل الميكروب وغير الميكروب. وأنتم تعرفوا إن الأمعاء فيها بكتيريا كوليفورم طبيعية تلعب دور مهم في في استقلاب العديد من الفيتامينات مثل فيتامين بي، فيتامين بي 12، هذا بتصنعه وبتستقلبه الميكروبات الموجودة في الأمعاء. وبالتالي أنا لما أعطي هاي المضادات، راح تشوفوا إذا بحثتوا على النت إنه بعض المراجع عم تذكر هذا الشيء، لكن كثير مقالات طبية عم تحذر من هذا الشيء، عم تقول إنه هو صح عم يقتل الميكروب، لكن أنا أمام خطرين. الأول إنه زيادة إفراز السموم إذا كانت الجرعة المهاجمة عالية، بالتالي ممكن تصير عندي من انحلال الدم. أو الشيء الأهم آخر، أنه أنا ممكن أثر على الميكروفلورا الطبيعية الموجودة في الأمعاء، وبالتالي أنا عم أكون أدمر تماما تماما أكون عم أدمر البكتيريا الموجودة بالأمعاء. وبالتالي أنا هذا المريض لاحقا راح يحتاج وقت طويل حتى ممكن يشكل عنده معوضة غذائية أو طبية. الإجراءات الوقاية من الأنواع الميكروبية اللي ذكرناها الأربعة كلياتها تقريبا تصب في خانة واحدة، اللي هي تقليل مستوى تلوث اللحوم النيئة، أيضا تحسين النظافة،
فصل ألواح تقطيع اللحوم عن أي نوع آخر من أنواع الطعام، لأنه غالبا هاي اللحوم تكون، يعني تعرفوا لما يتم الذبح سواء البقر أو الدواجن أو الأسماك، غالبا يتم تلوثها بأمعاء لما ينظفوا الأحشاء، غالبا يتم تلوثها. وأرجع أقول لكم في المواصفات الدولية ما في غسيل للحم وللدواجن، بالتالي أنا يعني بنسبة عالية أنه بعض الدراسات تقول كل الدواجن تحمل هذا الميكروب، تمام؟ بالتالي أنا لما أستخدم نفس السكين، نفس لوح التقطيع لهاي المنتجات مع المنتجات الأخرى كخضرة سلطة أي شيء ثاني، أنا حتما عملت هذا التلوث، خاصة إذا كانت المنتجات الأخرى لن تتعرض لمعامل حرارية. يعني مثلا أنا جبت سكين قطعت الدجاج ولا راح طبخت بعدين رجعت عملت سلطة فيه، أنا نقلت الميكروب من الدجاج على السلطة، الدجاج راح ينطبخ ويتعقم بس السلطة ما راح تنطبخ، بالتالي أنا نقل عملت تلوث عرضي. هذا تلوث عرضي هلا اعتبارا من المحاضرة الجاية مشان ما تملوا من الميكروبات والمعلومات المتشابهة هيك تسلسلها، مع كل محاضرة راح ناخذ شغلة من الأشياء اللي يعني مثلا شيء عن التلوث العرضي كيف ممكن احنا نمنعه، يعني الأشياء اللي مستخدمة عالميا في المطاعم في الفنادق الخمس نجوم في الأوتيلات في المشافي، كيف لازم يتم ترتيب المطبخ، كيف لازم يتم ترتيب الثلاجة، ناخذ كيف الإجراءات الصحية للغسيل الأيدي، يعني بحيث كل محاضرة رح ناخذ جزء. هذا نعمل فاصل، خلي الميكروبات تطول معنا بس احنا مشان ما تكون رتيبة المعلومات بهذا الشكل، بعرف انه هي رتيبة لكن هي جزء مهم بتشكيل ثقافتكم الغذائية. طبعا بقية الإجراءات اللي هي الطبخ الصحيح والتحقق من وصول درجات الحرارة المثلى في الطبخ وإعادة التسخين، حكينا المرة الماضية عن مسألة إعادة التسخين، عدم شرب المياه غير المعالجة، قلنا المياه العامة هي أيضا أحد أهم الأسباب للإصابة بهذه السلالات، الفصل بين الهاي ريسك فود والرو فود أيضا هذا الشيء مهم، تجنب عصير التفاح غير المعالج، الحليب، الجبن غير المعالج، والاستخدام الفعال لنظام تحليل المخاطر اللي هو دائما قلنا هو نظام وقائي، يدرس انا شو عم اصنع، شو عم اكل، شو عم اعد، بالتالي ممكن اقدر اتوقع المخاطر وممكن اقدر احط طرق لمنع وقوعها وليس لمعالجتها بعد الوقوع. النوع الاخر البكتيريا الليستيريا، بكتيريا الليستيريا أيضا كشبيهتها من البكتيريات السابقة بكتيريا عصبية لكن موجبة الجرام، أيضا لا تكون جراثيم. مشكلة هاي البكتيريا أنه مثل ما أنتم شايفين تنمو في حرارة من 3 إلى 47، الأنواع البكتيرية السابقة كلها كانت تنمو ما بين 20 إلى 25 لحتى 45، يعني محبة للحرارة المتوسطة إلى قليل شوي يعني المرتفع، لكن الحرارة بهاي البكتيريا هي قادرة على نمو في درجات حرارة التبريد. بالتالي انا يعني احنا بنحط الحليب بالبراد، بنحط الجبن بالبراد مشان نحفظ البكتيريا، لكن هذه البكتيريا قادره على البقاء حوالي 60 يوم في درجه الحراره 3 درجه مئويه او 4 درجه مئويه، واحداث الضرر والتكاثر يعني ممكن تتضاعف خلال 60 يوم تبقى نشطه وتبقى حيه، وبالتالي هذا النوع من البكتيريا خطورته تكمن في هذا الشيء، انه حتى البروده اللي هي تعتبر العامل الثاني من الحفظ بعد الحراره، يعني انا اما اعقم بعد ما اعقم بدي احفظ ب ما ظبطتي؟ شوف اشوف سويت هذيك وظبطت. باشا ممكن الصوت لو سمحت. لا خد اسكوتة، خد خد اسكوتة. الليستيريا ايضا شيء مهم، يعني الشيء الاساسي ايضا حول هذا النوع، عدا انه هو قادر على نمو درجات الحراره المنخفضه، سالبه الجرام موجبه الجرام يعني تتعلق بطبيعه جذورها الخلويه، يعني انا راح تعطيكم اياها الدكتوره فادي، يعني في صبغه اسمها صبغه الجرام، فلما نصبغ البكتيريا فيها يا اما تاخذ الصبغه يا اما ما تاخذ الصبغه، فاذا اخذتها فتعتبر موجبه، اذا ما اخذتها تعتبر سالبه، راح تاخذها مع الدكتوره فاديه بشكل من التفصيل باذن الله تعالى. طبعا هذا التباين في انه سالبه موجبه هو يدل على طبيعه الجذور الخلويه، طبيعه تركيب الميكروب، تاخذوها ان شاء الله بالتفصيل مع الدكتوره، ما بدنا يعني احنا فصلنا شوي، يعني انا اخذت الاعراض الشيء المرتبط بالغذاء وهي راح تاخذ الحاله الميكروبولوجيه بشكل من التفصيل باذن الله تعالى.
الشيء الأساسي المهم أيضا حول هذا الميكروب، لأنه غالبية الأشخاص الأصحاء لا يصابون بهذا الميكروب، لكنه يشكل خطر على مين؟ على الأشخاص الضعيفين في الحالة الصحية، يعني مثل نساء الحوامل، الأطفال حديثي الولادة، الأشخاص لديهم أمراض أخرى مثل السرطان، مثل الإيدز، المسنين اللي فوق 65 سنة، كلهم معرضين إصابة بهذه الحالات، وهذا الميكروب يسبب الإجهاض لدى النساء الحوامل. يعني خطورته، هو نسبة الإصابة فيه قليلة، يعني تكاد تكون إصابة لكل 100 ألف، بينما هاي النسبة تكون أكثر بآلاف المرات بالميكروبات السابقة. لكن قلنا خطورته، يعني هذا ممكن يكون سؤال يعني ليش له أهمية بكتيريا الليستيريا رغم نسبة الإصابة القليلة فيها، لسببين. الأول إنه هي قادرة على نمو في درجات حرارة التبريد، وبالتالي الحفظ بالتبريد لا يطبق هاي البكتيريا. اثنين، إنه هي خطرة جدا على الأشخاص الضعيفي المناعة، وبالتالي ممكن تسبب، هي سبب رئيسي لحدوث حالات الإجهاض لدى نساء الحوامل. الثلاثة اللي أنتم شايفينها بالأسفل بالقناة، اللي هي إنه هاي البكتيريا تتحمل الحرارة نوعا ما، ممكن تبقى حية حتى على حرارة 71 درجة مئوية لمدة 15 ثانية، وهي حرارة البسترة الأعلى، بالتالي الحرارة على 60 65 غير كافية للقضاء عليها. أيضا المصادر هذه البكتيريا، وبالتالي ما دام هي قادرة على العيش في البرودة، يعني في درجات حرارة التبريد، فغالبا كل الأطعمة الخام، يعني اللي ما تعرضت لمعامل حرارية، المبردة يكون تحتوي هاي البكتيريا. يعني مثلا حليب خام حاطينه بالبراد، جبنة حليب حاطينها بالبراد، كل الأنواع راح تكون مطبقة لهذا النوع. الأجبان الطرية، بعض الأجبان ما تعرض لمعامل، وغالبية الأجبان ما تعرض لمعامل حرارية، فهنا أيضا هذا الأجبان غالبيتها تكون حاملة لهذا الميكروب. أيضا من أهم أسباب العدوى بهذه البكتيريا أنه الأم قد تنقلها للولد. فترة الحضانة مثل ما أنتم شايفين هي 1 إلى 3 أشهر، يعني الإصابة فيها تأخذ وقت طويل حتى تحدث. طبعا راح نشوف السبب الرئيسي انه لهذا الشيء، انه الجرعة الممرضة لها عالية جدا، وبالتالي البكتيريا لازم تتكاثر بشكل كبير حتى تحدث الإصابة، يعني من 10 إلى 100 مليون في الأشخاص الأصحاء، بينما تكون مليون شخص في الأشخاص ضعيف المناعة. قلنا أنه هي أعراض تشبه الإنفلونزا، يعني حمى، إسهال، لكن تسبب الإجهاض عند نساء الحوامل، ممكن تسبب يعني مرتبطة أيضا الليستيريا بالتهاب السحايا عند كبار السن وعند الأطفال. غالبية الأطفال اللي يصابون بهذا الميكروب تصيبهم التهاب السحايا. عندكم فكرة عن التهاب السحايا مهم شيء؟ طبعا تمام. الوقاية، الوقاية قلنا اتباع الإجراءات الصحية، يعني كل الأمور اللي احنا نشدد عليها في كل الميكروبات، أضف إلى أنه الانتباه للإكسبريشن ديت لمنتجات الألبان والأجبان الطرية، أبدا ما ناخذ أي منتج بعد المدة، لأنه غالبا تكون هاي غالبا منتجات الألبان والأجبان تكون مدة الحفظ فيها قصيرة، وبالتالي أنا تناولها بعد هاي الفترة يكون في خطر كبير أن يكون هذا الميكروب نمى وتطور وشكل لي عدد كافي لإحداث الجرعة المميتة، خاصة أنه قلنا هو قادر يبقى 60 يوم يتكاثر في حرارة التبريد. قلنا أيضا الطهي الجيد وإعادة تسخين الطعام، منع التلوث العرضي. البطيخ أيضا من أهم أسبابه يا شباب، البطيخ يعني لما ناخذ البطيخ ونقطعه ما يصير نتركه بالبراد فترة طويلة، لانه راح احنا ايش عم نعمل لما نحط هاي المواد بالبراد فتره طويله؟ عم نثبط كل تماما تماما التهاب الاغشيه المحيطه بالجهاز العصبي المركزي، بالاغشيه المحيطه بالمخ والحبل النخاعي، وتعرف تظهر اعراض الصداع والحمى وتيبس الرقبه. يعني طبعا له عده اسباب، من اهمها المكورات العنقوديه ستافيلوكوكس اوريوس، وايضا الليستيريا تعتبر من اهم مسبباته. المهم البطيخ غالبا الناس يتركونه اما على حراره الغرفه او ما يتركونه في البراد، خاصه في البراد اذا تم تركه فتره طويله. المنتج الغذائي او هاي المنتجات الخام لما عم تنحط بالبراد، شو عم نعمل احنا؟ عدا انه بيئه مناسبه، عم نثبط بقيه الانواع البكتيريه. يعني هلا شفتم البكتيريات السابقه كلها انه تتثبط على نمو 4 درجه 5 درجات،
لما نحط على البراد بقية الأنواع كلها تتطبق، يبقى هذا النوع وحيدا يتكاثر، بالتالي تكون البيئة مناسبة له وتكون قدرته على التكاثر أسرع في ظل عدم المنافسة، يعني ما في منافسة مع الميكروبات الأخرى، وبالتالي أخلق له بيئة تكاثر سريعة، وبالتالي البطيخ مثلا يا شباب أو أي منتج إنه أنا يعني ما دام خلاص فتحته أو إنه تعرض للتعامل مع البشر ما لازم يبقى بالبراد فترة طويلة. وإحنا راح ناخذ المحاضرة الجاية أو اللي بعدها شيء اسمه شلون إحنا ندير يعني مخزون الغذاء في البرادات، يعني لما نبدأ بإيش ونأجل إيش، فهذا ناخذها إن شاء الله المحاضرة الجاية أو اللي بعدها. طبعا إجراءات التعقيم والتطهير اللي هي معتادة بإذن الله تعالى. البروسيلا، طيب خلينا نأجل البروسيلا للمحاضرة الجاية. تمام، خلينا هيك نقدم المحاضرة الجاية. بالنسبة لإجراءات التعقيم، يعني راح أسألكم بعض الأسئلة عشان تحضروها للمحاضرة القادمة. إجراءات التنظيف أو التعقيم، تماما، برأيكم أي أفضل، الصابون السائل ولا الصابون العادي؟ إحنا خلينا راح نتوقف عند البروسيلا عشان ما تكثر عليكم، كونه سلالة الإشريشيا كولاي فيها 4 سلالات فتعتبر 4 ميكروبات. اللي يقول السائل بده يقول ليش، واللي يقول عادي بده يقول ليش. هذا عنده تفسير؟ لا، ما الأمر مو متعلق بالقلوية، احنا عم نحكي يعني كمواصفات منع تلوث، خلينا نقول أو الأفضل من ناحية التلوث. ده أنا متحمل حرارة ما اثنيناتها. برافو أنت فاطمة، لأن الصابون العادي ممكن يسبب عدوى إشكالية مثلا، فإحنا يعني راح ناخذ إنه بالمواصفات الدولية بآلية التنظيف يفضل أن يكون الصابون هو صابون سائل وليس صابون عادي، لأن الصابون العادي ممكن يسبب تلوث، لأنه أحيانا ما يلحق إنه يعني يكون شخص ورا شخص، ممكن مثلا سواء المصبنة اللي يحط فيها الصابون أو الصابون نفسه ممكن يسبب نقل الميكروبات بين شخص وآخر. ايضا تختلف المواصفات الدوليه بين اليه التنشيف، هم يعني لازم تغسل او تنظف ايدينك وتعقم بعدها التنشيف، فايضا التنشيف عندنا نوعين من طرق التنشيف، يا اما بالمنشفه او 3، يا اما بالمناديل الورقيه، يا اما بالمنشفات الاير دراير، يعني هاي المجفف الهوائي يعني مثل الشسوار، يعني تكون محطوط جهاز نحط ايدنا تحته بيعمل لنا تنشيف. فكمان ايش الفرق بين الـ3 حالات، يعني شوفوا برأيكم كل واحدة شو لها مضار وشو لها فوائد. تمام، المنشفة حتما مستبعدة. طيب تمام، المنشفة العادية اللي هي البشكير احنا مثل ما بقول مستبعدينها. طيب المناديل الورقية اللي هي استعمال مرة واحدة ولا الاير دراير؟ تكشيف الحرارة له ضرر على البشرة ولا المناديل الورقية؟ أي هو أكثر يسبب تهيج للبشرة؟ تماما، من حيث الضرر الورقية الحرارة لا، مو مشان تقتل الميكروب، يعني احنا الميكروب يفترض انه تم التخلص منه، لكن الاشكال بين يعني في جدل غير منتهي في هذا الموضوع، يعني بتلاقوا بعض المواصفات الدولية بتقول المناديل الورقية افضل، البعض لا بيقول انه المجففات الهوائية افضل. الفرق تماما استاذ انس، يعني الحرارة تقلل العدوى، لا تنقل العدوى، طبعا مو الحرارة يعني عشان نكون دقيقين،
بعض يعني اصحاب حجه المناديل الورقيه بيقولوا انه العامل اخذ هاي المناديل، نشف وهو ماشي، نشف وهو طالع، المهم نشف ايده ورماها. لكن هاي المناديل الورقيه يعني لاحظوا انه مع الاستعمال الطويل تعمل تهيج للبشره اللي يستخدمها. بينما النوع الثاني من التجفيف الحراري او التجفيف الهوائي في اشكاليتين. الاشكال الاول انه هو ممكن يساهم بتدوير الميكروبات في الجو، يعني انا مثلا هو داخل او انت بالاستخدام يسبب يعني خلينا نقول نفخ او تدوير او نشر الميكروبات في مكان في الوسط اللي هو فيه، وبالتالي ممكن الميكروب، انت تعرف بعض الميكروبات يعني بدكم تلامسوها، فالميكروب يكون موجود لما تشغله هذا الهواء ممكن يخليه يدور في الوسط، ممكن يسبب زيادة التلوث. هاي نقطة. النقطة الثانية يعني لاحظوا ايضا من خلال يعني طرق يعني الرقابة على سلوك بعض العمال انه في المجفف الهوائي ما يصبر العامل حتى ينشف بشكل كامل، وتعرفوا يعني لازم ينشف لانه هو بده يروح يفوت على صالة انتاج الغذاء مرة اخرى، خاصة احكي في المصانع اكثر من انه هي في المطاعم. فانا بالتالي هذا العامل ممكن ما يعني ما يصبر يوقف يقلب ايديه يمين ويسار وتحت، بينما بالمنديل مسألة اسرع. تمام، الميكروب انت قتلت الميكروب على ايدك، لكن الميكروب لما انت فتت موجود، الميكروبات موجودة على الاسطح، موجودة على الرف اللي عليه المغسلة، موجودة على بالهواء، موجودة على الأرضيات، موجودة على ملابسك. فأنت قتلت الميكروب أو قتلنا الميكروب اللي على إيدنا، لكن بقية الميكروبات الموجودة في الوسط لما يطلع هذا الهواء ممكن يرجع ينشرها مرة ثانية. وتتذكروا مثلا بعض الميكروبات أو خاصة مثلا إن هي ما قادرة على الانتقال، هي تحتاج إلى شيء يدورها. تمام، فلذلك في جدل بين الحالتين. احنا المحاضرة الجاية راح ناخذ موضوع غسيل الأيدي شلون جاي بالمواصفات الدولية، وكل حالة كيف ممكن تكون، شو مساوئها وشو منافعها وشو مضارها، ونقارن بيناتها. وانتم بس تصيروا أخصائيين قد الدنيا تختاروا الطريقة اللي شايفينها مناسبة أكثر لكم. فاحنا إن شاء الله من المحاضرة الجاية كل محاضرة راح ندخل جزء من هاي يعني شلون عم تكون المواصفات الدولية، مشان لاحقا لما تاخذ المواصفة تكون درست كل شيء. لهون انت خلصت محاضرتنا، ان شاء الله القاكم على خير بالاسبوع القادم. اذا في اي سؤال على الجروب بعثوا لي اياه، ونحكي ان شاء الله بموضوع موعد المحاضرة وتثبيت الجدول باذن الله تعالى على الميكروب. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.